جاية نتكلم عن اللائحة التكميلية للمسابقة الأخيرة لاكتتاب وزارة الصحة. عددنا كان 54، فينا أطباء عامون وأخصائيين ممرضين مهندسين بيولوجيين أطباء أسنان وصيادلة. خاضت النتيجة الأولى وكنا عندنا ناجحين كاملين، كتبونا مؤهلين للنجاح وعدلنا المقابلة، وعقبها خاضت عدد أعداد منا ناجحة في اللائحة الرئيسية وواحدين ناجحين في اللائحة التكميلية. نحن مثلا الأطباء العامين بنا 5 ناجحين في اللائحة التكميلية. وتكلمنا مع وزارة الصحة وقالت لنا عندنا مقبوضين كاملين كلائحة تكميلية كاملة مقبوضة على الوزارة فاصلة فينا ودر مالي تبخل. وفعلا مشات رسالة إشارة مالية وانتعال المالية لما وافقت على ذاك، ومشات رسالة إشارة الوزارة الأولى عنها اللي تكتتبنا نحن كاملين. وفي نفس الوقت مشات لائحة شي من الأخصائيين 25 أخصائي في الامتحان الأول ما كانوا قاع ناجحين ولا مؤهلين للنجاح. ما ملاشحين ليك ما مؤهلين للنجاح لما الناس كاملها عندها لموين. و25 منهم ثلاثة اللي كانوا معانا نحن في اللائحة التكميلية مشاتهم معهم هم بلائحتهم لائحة خاصة. وقبلت الوزارة الأولى وقبلت لائحتنا كل أخصائيين ورفضت لائحتنا نحن الأخصائيين اللي ما عدلوا الجزء الثاني من الامتحان ولا فمشي في القانون يخول لهم يدخلوا الوظيفة العمومية بالطريقة. قبلت رسالتهم ورفضت رسالتنا نحن اللي قانونية واللي ناجحين واللي داخلين في ديبورسانية الوزارة. ومن ذا المنبر رأينا نحن مقدمين على التظلمنا باسم الأطباء العامين وباسم الأطباء كاملين المشاركين باسم الممرضين باسم اللائحة التكميلية ككل عنها ظلم أننا قابلين ولأننا يسكتوا عنه. ومعانا زملائنا كاملين مستعدين لكافة أنواع التصعيد عنا الرواية مالية نقولها أبدا ولا يتخطى بصيفة هذه. وصرتوا على لائحتنا نحن فيها قدر من الناس وفيها دكاترة عادوا هذه فرصتهم الأخيرة إلى ما قبل العام ما تقدروا يشاركوا في عمان في العمان المقبلة إن شاء الله بهم السن. ومن ذا المنبر نختاروا نوجه رسالة لرئيس الجمهورية يدخل في الموضوع يرفع عنا الظلم وينصفنا بهذه المشكلة اللي عندنا فيها كامل الحق واللي عندنا أركاتية نحن مرفوضين ومقبولة مدة أخرى على حسابنا ما عندها الحق ولا بزرها القانون ولا عندها الحق توفقع ولا عدت الامتحان حتى عن فم واحد والله اثنين من الأخصائيين ما عدل قاع الامتحان الكتابي. ونحن هذو الجماعة الخرى اللي عدنا الامتحانات الاثنين وتخطيناهم الاثنين وإن شهرين والله ثلاثة نحن ماشيين في وعود عن السد الإداري وقوانين تمويل والقانون قاع مخترق بالطريقة. رانا من هنا تياهم طالبين رئيس الجمهورية يدخل لإنصافنا نحن هذه اللائحة التكميلية كاملها تم قبضها كاملها ونقبض معنا ثلاثة الأخصائيين اللي عندهم الحق.